بسم الله. شوف أداة كويسة جدا للمعماريين، عبارة عن أدنس اسمها روم. دي بتعمل ايه؟ ممكن اقول له انا عايز اعمل روم فينيش، فيبدأ يرسم لي حوايط حوالين كل الروم. بيقول لي قول روم ولا الروم اللي انت محددها بس، فبقول له كل الروم. طب انت عايز انهي حيطة فيهم؟ تمام. طب وفروم فاليو ولا فروم بارامتر؟ مثلا اقول له من بيس اوفسيت، مثلا من اوفسيت قد ايه؟ تمام. فاقول له اوكي، فيبدا يعمل لي الحوايط في كل الروم. برضه فيها خاصيه تانية، ان انا ممكن اقول له اعمل لي الفلور، فيبدا يحط لي الفلور كله في قلب كل الروم الموجوده. فممكن اقول له هنا، اقول له روم فينيش، وابدا اقول له مثلا عايز ديت، واقول له اوكي، فيبدا يحط لي فينيش في كل الغرف مره واحده. تمام. ان شاء الله هحاول اشرحها ازاي نعملها بالدينامو بدل ما نسطب بالادينز. تمام. فاجي هنا مثلا اعلم على ديت، فلاقي ايه دي الفلور اللي احنا اخترناها. لو قلت له ديليت تظهر الفلور الاصليه اللي كانت موجوده. تمام.